هنلعب لعبه كده ان كل اتنين او تلاته او واحد او واتيفر هيمسك اكسسوار ويبدا يكريت بيه مشهد من سكراتش قدامهم اوبشنز كتير جايبين لهم حاجات كتير جدا ويبداوا فيها وانا ممكن اخش شويه العب معاهم. ده اصعب شويه بس انا متوقع ان الناس تشترك معايا اكتر عشان كسروا الحته الاولانيه بتاعه الصعوبه بتاعه اول مره معايا شخصا ومع التمثيل الكوميدي تاني. هنلعب لعبه كده اسمها بروبس اللي هي الادوات اللي هنلعب بيها دي. احنا كل واحد فينا هيمسك انا هختار اول باتش هيمسك البروبس دي وهيتكلم عنها وهنهزر بيها هنقول لكم ازاي في الاكسرسايز. ومش شرط يكون العوامه اللي هو ماسكها دي هي العوامه لان هو هيجي عليه الدور تاني وهو ماسك العوامه فلما اتكلم معاه عنها ما ينفعش ابدا يبقى هي العوامه تاني مره او ممكن من اول مره ما تبقى عين سحريه فطيره بيلعب بيها. فكل مره هنعمل المشهد في الحاجه اللي في ايده دي يا هي بطبيعتها يا هي حاجه هو مفاجولها ازاي. واحد اجان كالعاده في العاب الارتجال مفيش بلوك مفيش حد يقول للتاني عم لا دي مش عين سحريه دي عوامه. سهله بروبس او الاكسسوارز او الاكسسوارات اللي احنا بنستخدمها كممثلين في المشاهد في المسرح واتيفر ازاي يعرف يستخدم الاكسسوارات اللي في ايده دي وما يعطلش وازاي يبقى عنده خيال يتخيل الحاجات اللي في ايده دي مش الحاجات بطبيعتها. يا فتحي عليم يا رزاق يا كريم عصاب مرحبا بكم اريد طعميه. يلا روح يلا يلا شوف انت جاي من انهي حضانه ولا انهي بيبي سنتر. اريد طعميه. طعميه تطلعي اللي في ايدك ده يلا ده بابا ضربني بيه سرقته عشان اجيب طعميه انا عايز طعميه حطي لي هنا يا مدام. مدام نيكست. ايوه يا عبد الله في صرصار يا عبد الله في الشقه. يا عبد الله كان لازم تسافر دلوقتي وتسيبني. والله العظيم ثلاثه هروح لامك وحياة ربنا ما هقعدش. والله العظيم يا عبد الله انا حاسه ان في حاجه ماشيه على رجلي. اه يا عبد الله عبد الله عبد الله يا بيبي الاسوره تحفه بجد عمري ما هلاقي اسوره في حجمها تاني. امال لما تشوفي الحلقه الجديد بقى يا حبيبتي. يا لهوي ده تحفه. جربوا عليا كده. ده هياكل من ودنك حته. والله تحفه يا بيبي ثانك يو. انا ممكن اصورك وانت بتاكلي فيه على فكره. اه والله. طب هستنى احاول كده. لا لا يا بيبي مش نافع شكرا ليك. لا بس الاسوره تحفه تحفه جدا جدا رهيبه. طب ممكن البسها معاكي. مساء الخير معانا ومعاكم النهارده العالم الفيزياء الكبير ماركا زوتنبرغ وعايزين نساله اول سؤال. نورت مصر. بصوا مخسي مخسي. اهلا بحضرتك. احنا يعني عشان ناخد معاك اللقاء ده قعدنا كتير قوي. ايوه في الحقيقه انا كنت متحمس جدا ان انا اتعامل معاك النهارده لان حضرتك من اوسم المذيعين اللي انا عرفتهم خلال اللقاء دي. شكرا شكرا وعرفت نورتنا. احكي لنا عن اخر تجربه عملتها. معلش. ايوه ماما. اخلص انترفيو اكلمك على طول. ايوه فندم. احكي لنا عن اخر تجربه في الفيزياء حضرتك وصلت لها كانت ايه؟ اكتشفت ان انت ممكن تطلع شعر من الفرشه عادي وترجع تزرعه تاني في الراس. الله اكبر ده اختراع جميل قوي يعني بس مش هينفعني طبعا. لا هينفعك بالعكس هينفعك جدا ان شاء الله. حضرتك منورنا ونورت مصر. اتمنى ان انت تزورنا تاني. هتزورنا تاني وعدني. اكيد اوعدك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا. ماما ممكن تبقي لي الكرامات ده؟ انا عارف ان انا احرجتك وتعبتك وانت ربطتيلي كرافات كتير قبل كده بس ممكن تربطيها لي كمان مره اخر مره هتعلمها. انا عاوزه طلب واحد بس انزل انت هات الفول انا لسه مفتقره كتير. طيب اربطيلي كرافات وانا هجيب الفول. ماشي مين تتكلم خالص. نيكست. اقول لك القصب ده لاشف قوي انا ما اعرفش انت جايباه منين وايه الحته اللي بنتحكي دي. سهلة اهو. ايه ده بجد؟ انا لساني بايظه بقى. يلا معلش.